عم خالد، انا ما بحبش الحوارات ولا اللف والدوران. والله العظيم انا بلف ورا بدور. امال مالك في ايه؟ قعدت تقول انك ندمان انك مشيت في السكه دي، وانك عاوز ترجع مصر تاني، وان مصر وحشتني وعملت لي فيها عفاف راضي. صعبت عليا وانا ساعدتك، حصل ولا ما حصلش؟ حصل، بس والله العظيم انا عاوز ارجع على قلب تاني. انت معلش شوف الناس ده، ده اسامه احنا بنضحك علينا، بس يعني تفتكر يعني بعد اللي عملته ده كله الناس في مصر ممكن تسامحني؟ ما انا قلت لك مفيش حاجه بتيجي كده ببلاش. انت عندك فرصه انك تطور نفسك، تبقى انسان جديد وناس في مصر تسامحك. هات بس معلومه عن ابو ايوب. يعني لو جبت لك كل حاجه عن ابو ايوب هتطلعني من هنا على مصر وارجع اعزب بيت خلق الله؟ ان شاء الله. قدم بس المشيئه وصف النيه، بس تجيب لي معلومه تستاهل عشان اعرف ادافع عنك. طب اديني مهله 3 ايام ونتقابل هنا وادي كل حاجه. 3 ايام يا خالد؟ خليل، my friend, I'm really sorry. I know I'm late. كان عندنا شغل بالوكالة، مو هيك؟ مظبوط. But I got you everything. Here's the money. Are we good? تمام. تمام. Now, أنا بدي إياك في مهمة تانية. بتفهم علي؟ اي طبعا. بدي صور من جوا السجن. شو عم تحكي يا زلمه؟ مستحيل طبعا. No it's not. Why مستحيل؟ It's very easy. Listen, I can hire someone else, but my people will pay فلوس كتير. شوف، ما في حدا غيري بيقدر يعمل لك هاي المهمه. انا بترجم بالقاعده، بشتغل جوا السجن وبحضر كل التحقيقات. يعني مين مثلي بيقدر يتحرك بهي السهوله؟ وبعدين اجراءات الامن بالسجن كثير صعبه. I can handle this. It's very easy for me. طيب وانتو ليش بدكم هاي الصور؟ Agency orders. بدهم ريبورتاج من جوا السجن. You know, photo is everything now. لكان قديش رح يدفعوا؟ I think we're good. تمام. تمام. كم؟ تفضل. زمان هم كده ببركتهم. السلام عليكم. نجوم رمضان معاك على واتشت، اشترك وما تخليش حاجة تفوتك.